ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين عشان نستكمل حلقتنا. معانا دلوقتي فقره من العيار التقيل، معانا فنان جوكر قرر فجاه من بعد ما كان لاعب كوره وموديل ان هو يتجه لمجال التمثيل. غادر من كان من الطيور المهاجره، وكان ليه من البصمات الايجابيه الكويسه جدا في حلقات ومسلسلات، كان ليها دور ايجابي في صعود اسمه في شكله قصير جدا. صعد في الدراما الخليجية بشكل مؤثر وبشكل أثار إعجاب الكثيرين. معانا ومعاكم الموهبة الصاعدة بسرعة الصاروخ أستاذ سيف حمزة. حبيبي أهلا ازيك وسهلا يا سيف؟ بحضرتك، أخبار وأهلا حضرتك؟ وسهلا بالمشاهدين أهلا اللي بيك، بيتفرجوا علينا دلوقتي، وإن شاء الله نعمل حلقة تكون إضافة للناس ويستفيدوا منها إن شاء الله. شرفتنا في برنامجنا، وإن شاء الله بإذن الله أنا المتشرف بحضرتك جدا، وبإذن الله إن شاء الله النهاردة أتكلم عن حاجات ما اتكلمتش عنها في أي برنامج قبل كده، وتكون حصري إضافة إن شاء الله لقناة الصحة والجمال إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. سيف احكي لي، سيف ازاي تحول من موديل ولاعب كورة لممثل؟ ايه القرار ده؟ بص حضرتك، انا زي اي شاب كان عنده حلم بيسعى فيه لسنين طويله جدا. كنت لاعب كوره، عايز اقول لك ان انا لعبت في انديه تقريبا جبت مستوى مصر كلها، من الصعيد لوجه بحر لعبت في انديه كتير. يشاء القدر ان انا يعني من 3 4 سنين بالظبط بعد ما اتخرجت من اداب اعلام ميولي اتغيرت شويه، بحكم ان انا برضو حابب المجال وحابب ان انا ادخل في المجال برغم ان انت كنت موهبة في في الكورة كرة برضه القدم يعني. الحمد لله طبعا. وبشهادة الجميع يعني. وبعد كده اتعرض عليا ان انا اعمل اعلانات موديل. بصراحة من اول اعلان لفت انتباه الناس كتير، وانا نفسي حسيت ان انا لا انا محتاج ان انا اتجه للمجال تكون ده في المجال ده. بالظبط، واسلك طريق جديد ان انا اقدر ان انا احقق في ذاتي وحقق اسم سيف حمزه اللي ما قدرتش احققه في كره القدم. وبعد اعلانين ثلاثه بالظبط كان ليا النصيب ان انا اسافر دوله الكويت بلدي الثاني. مرحلة ان انت تكون موديل كانت جوه مصر. كان جوه مصر وكملتها برضو في الكويت، باول اعلان ليا كان في الكويت برضو بره مصر، وبعد كده اتجهت لمجال التمثيل هناك اتشافت كويس والحمد لله قدرت. كان مسلسل عطر الروح كان بدايه سيف حمزه، كان دور دكتور، والحمد لله بعدها عملت 14 عمل درامي شاركت فيهم الحمد لله، وابتديت بمراحل متتاليه الحمد لله ان انا اتنقل من مسلسل لمسلسل واعمل اسم سيف حمزه الحمد لله يعني. يا باشا بص، هو استكمالا لموضوع الطموح للشباب، احنا بدأناه من اول حلقتنا سواء في مجال الصناعه والتكنولوجيا، احنا دلوقتي بنتكلم برضو في طموح بس بشكل مختلف، اللي هو مجال الفن والميديا، وازاي تمام. الواحد يكون يلاقي نفسه في الحاجه اللي بيحبها، مش شرط تكون حاجه الواحد يكون ألزم بيها او كان الطريق اتفرض عليه، لا كل واحد فينا الطبيعي ان هو يلاقي نفسه في الطريق اللي بيحبه، الطريق اللي هيلاقي نفسه فيه. سيف في رمضان 2020 ما لقيناكش قوي يعني. هو بصراحة موسم رمضان 2020 ما كانش ليا ظهور قوي زي كل سنة، ما كنت معود الناس اللي بيتفرجوا عليا واللي متابعيني. الحمد لله ليا دلوقتي جمهور من كل حتة في الوطن العربي بيتابعني، وكان فعلا نفس السؤال اتسأل لي رمضان ده، احنا مش شايفينك ليه ظاهر ظهورك زي بالظبط. كل سنة. فعاوز اقول اللي هو غصب عني ظروف غير ارادية، انا كنت نازل في شهر 2 اللي فات اعمل لقاء في التلفزيون واصور مع اخويا الكبير تامر حسني، بعد كده حصلت ظروف الكورونا والوباء ده بصراحة وقف حال ناس كتير جدا، انا كنت من ضمنهم ما عرفتش ارجع الكويت. طب اقول لك على حاجه، كنت اتفضل انت بس عشان لازم، ما ينفعش تيجي القهوه من غير ما تحصل لك مفاجاه يعني، اتفضل. لازم قول الو. الو الو، المفاجاه راحت، هتيجي تاني دلوقتي. ماشي في انتظار المفاجأة. بس فما قدرتش، كنت متفق على اعمال بره في الكويت ان انا اقدمها، ما قدرتش ان انا ارجع الكويت واصورها، بس للاسف كان ظهوري ضعيف، ما طلعتش غير في مسلسل واحد السنه دي كنت مصوره في شهر 12 اللي فات قبل ما انزل مصر اصلا، وان شاء الله بوعد الجمهور ان شاء الله الموسم الجاي ليا ظهور قوي ان شاء الله، ويكون دوري ان شاء الله في فيلم تامر حسني يكون وش السعد ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. احكي لنا، تامر حسني، ايه العلاقه اللي بينك وبينه؟ اتعرفتوا مع بعض ازاي؟ ازاي جمعتكم الصدفه ان انتوا تعملوا شغل مع بعض يعني؟ بص، هو تامر حسني يعني من وانا
صغير جدا بسمعه وبحب اتفرج عليه جدا، شايفه قدوه طبعا طبعا. الراجل اتنقل من الكوره للتمثيل نفس المرحله اللي انا مريت بيها، حقيقي. فلما كنت بتنقل من المرحله دي المرحله دي ما لقيتش قدوه احسن من كده. المفاجاه رجعت تاني. قول الو. طيب نقول الو. الو، اهلا. ازيك يا سيف حبيبي، عامل ايه؟ ده اخويا. اهلا وسهلا، ازيك يا احمد حبيبي، عامل ايه؟ عامل ايه يا بطل؟ صباح الفل. الحمد لله تمام والله. مبدئيا قبل ما اسلم عليك انا بسلم على الاستاذ عوني وبرحب بيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ازيك يا ابو حميد، ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا باشا، انت منور الدنيا والبرنامج بتاعك الله اكبر، يعني منطلق بسرعه الشغل حبيبي. ده انتوا اللي مشرفينا والله. ربنا يكرمك يا رب يا حبيبي. حبيبي يا استاذنا، حبيبي. قول لي يا ابو حميد. ازيك يا سيف؟ الحمد لله حبيبي. سيف، هو مين الاكبر فيكم؟ هو انا الصغير. انا الاكبر. قول لي، هو قصه الطموح والسعي ان هو يبقى حاجه من الصغر بقى، ولا كبرت معاه وكل ما بيكبر كل ما بتظهر عليه؟ يعني العلامات المواهب اللي ظهرت دي كانت وهو صغير ولا لما كبر كده؟ حقيقة انا عايز اقول لك انه احنا صغيرين بيقول لي انا هبقى موجود على التلفزيون، لما هتفتح التلفزيون هتقلب وتلاقيني. من ايام ما كان بيلعب كوره بجد ده كان بيحصل، وكان بيتقال لي في اي موقف بدون مناسبه انت هتفتح التلفزيون في يوم من الايام وهتلاقيني قاعد، هتلاقيني ده دي تنبؤات يا احمد. بمثل تنبؤات دي بالظبط، فده كان موجود من واحنا صغيرين يعني. طب لو طبعا الموضوع قلب لما ساب الكوره وهو عنده 24 سنه وبدا الهدف يوضح اكتر ان انا هتجه اتجاه التمثيل وكده، ما شاء الله عليه طالع بسرعه الصاروخ يعني، انا فرحان بيه جدا، فخور اصلا ان انا عايش معاه في بيت واحد، ودي حاجه بتشرفني، انا باخد منه طول الوقت طاقه ايجابيه. طب بص، بحبه جدا، صوت ان انا شايفه معاك. الفنان سيف حمزه معاك، لو حبيت تقول له حاجه تقول له ايه؟ هقول له حبيبي ان انا فخور بيك ان انت اخويا حبيبي، فخور ان انا بشوفك على الشاشه دي حبيبي، ان شاء الله بكره اشوفك في مكان احسن، بكره ان شاء الله هتكون نجم شباك زي ما انا دايما بقول لك وبقول لكل الناس، بكره هتكون بجد نجم شباك وانا واثق من حاجه شبه كده. كل الناس اللي قاعده بتتفرج عليك دلوقتي هتشوفك وهتدخل لك افلامك وهتستنى مسلسلاتك زي اكبر حد موجود دلوقتي في مصر ان شاء الله، وانا بحبك جدا حبيبي يا ابو حميد. بحبك جدا وانت ابني اللي ما خلفتوش على فكره، مش اخويا بس. شرفتنا ابو حميد، صباح الفل حبيبي. مبسوط جدا بالمكالمه دي. بيمثلك ايه؟ احمد اخويا بالنسبه لي زي ما قلت لك مش مجرد اخ، يعني بعتبره ابني، بعتبره صاحبي، بعتبره حد. هو كمان ما شاء الله عليه مدرب جيم ولسه حاصل على شهاده مدرب دولي معتمد. راجل مكافح برضه، راجل تقدر تقول هيبقى حاجه كويسه في مجال التدريب ان شاء الله. فانا هو دايما كتف في كتف، دايما بندعم بعض، انا بدعمه في مجاله وهو دايما بيدعمني في مجالي، الحمد لله دايما سند لبعض، ويا رب يخلوا لي دايما ان شاء الله. نسيب مفاجاه القهوه ونرجع لحاجه مهمه جدا، اصعب المراحل اللي عدت عليك في مشوارك. بص حضرتك، انا اصعب المراحل اللي عدت عليها في مشواري وانا بمثل في الكويت، كنت بدرس في ورشه تمثيل تبع نقابه الفنانين الكويتيه. طلب مني في الفتره دي ومضيت على اقرار من النقابه ان انا مش هينفع امثل اي عمل بره يجيلي، او مش هينفع اشتغل اي حاجه بره تجيلي طول فتره الدراسه، وكانت مدتها حوالي 4 شهور. قعدت عايز اقول لك ان انا في فتره ال4 شهور دول جت عليا فتره انت عمال بتصرف بس اي دخل بيجي لك، انت مضطر ترفض اي مسلسل بيجي لك عشان خاطر اللي انت مضيت عليه. فبصراحه جت عليا فتره كنت بنام من غير عشاء عشان اخلي معايا فلوس افطر بيها تاني يوم عشان اروح اتمرن في الجيم عشان افضل محافظ على شكلي، لان انت عارف الممثل مننا لازم شكله يبقى كويس دايما طبعا، محافظ على شكله هيئته قدام الناس. الناس مالهاش علاقه انت ظروفك ايه، انت لازم من نفسك تكون انا عارف ده ومحافظ على ده. ده حقيقي. فكانت فتره صعبه جدا طبعا، والدي كان في الكويت، كنت ساعات بستلف منه وبستلف من واحد صاحبي لغايه ما الفتره دي تعدي، بس كانت فتره صعبه جدا عليا. واللي انا عاوز اتكلم فيه بصراحه، ناس غير في فتره التمثيل دي كانت واقفه جنبي، هو استاذ حسام حسني، اخو تامر حسني وتامر كمان، كانوا دايما متابعيني، دايما بيشجعوني، كان دايما بيشوف المشاهد بتاعتي. عاوز بجد استكمالا للسؤال اللي فات، انا الراجل ده متابعني بقاله سنه وسنه ونص، هو استاذ حسام حسني كان دايما داعمين ليا. ولما نزلت مصر برضو استاذ علاء عبد الله المخرج المنفذ للفيلم، لما حضرت الكاست واختارني من ضمن شباب كتير كانوا مترشحين للفيلم،
الراجل ده بعدها لما اتكلمت معاه بصراحة شخصية محترمة جدا، بحبه على المستوى الشخصي، بعتبره أخ كبير ليا. ينضم ليه بقى الجروب اللي شغال مع تامر حسني، ما شفتش حد فيهم تقدر تقول عليه تنك، لا كلهم شخصيات محترمة. نفس تامر حسني بالظبط بيتعاملوا بتواضع معايا، أستاذ حازم عبد الفتاح، وائل عبد الفتاح، رومير، مش عايز أنسى حد يعني، أسامي كتير أنا اتعاملت معاه في جروب تامر حسني، بجد شخصيات محترمة قوي. الدعم الاساسي طبعا زي ما قلت لك استاذ حسام حسني، بشكره جدا، وان شاء الله اعمل دور صغير يظهر للناس بشكل افضل ويكون بصمه في الفيلم رغم ان هو صغير، وان شاء الله يشوفوا حاجه كويسه ان شاء الله. فيلم مش انا اللي جاي ان شاء الله، باذن الله وربنا يكرم ان شاء باذن الله. الفتره الجايه. سيف معانا فيديو هنشوفه دلوقتي وتقول لي ايه اللي حصل في اليوم ده. وقفت جنبي وكنت بتواصل معاك عن طريق حسام، ولما هبقى نجم مش هنسلك اللي انت عملته معايا، ومش نسيلك اللي انت يعني وقفتك وقفه استاذ حسام معايا بقالي سنه، وجيت لك مخصوص. انا كده بحبك جدا، انا والله العظيم انت ما تعرف، انت ما تعرف انت بالنسبه لي ايه، مش بس انت اثرت فيها ازاي من لاعب كوره لممثل، وتستحق ان انت تاخد زي يعني. زي، وتستحق ان انت تاخد الجائزه. بس الفيديو دوت هحكي بدايته ازاي حصلت من سنه ونص. كنت انا في حفله لتامر حسني، ازاي اصلا انا وصلت الفيديو ده، وازاي زي ما انت شفتني في الفيديو واقف جنب تامر حسني وبتكلم معاه وبشكره على وقفته معايا. انا من سنه ونص كنت في حفله لتامر حسني، من سنتين بالظبط، وانا واقف مع اتنين صحابي في الحفله، وعايز الشباب تركز وتسمعني في النقطه دي كويس، عشان اللي عنده فرصه وقدامه ما يسيبهاش ويمسك فيها بايده واسنانه. انا كنت واقف في حفله زي اي مستمع جاي اتفرج لتامر حسني، بس تامر حسني بالنسبه لي بالزاي اي واحد واقف بيسمعه او واحد بيتفرج عليه، الراجل ده انا قدوه على المستوى الانساني بالنسبه لي، غير المستوى الفني كمان. فانا كنت تخيل انت قدامك القدوه بتاعتك طالع قدامك على المسرح بيغني لك، وقدامك على بعد خطوات، وحلمك اللي هو في مجال التمثيل انت شغال عليه عاوز توصل له. كان قدامي اتنين صحابي للاسف قالوا لي ما تطلع، ما تحاول، كنت عاوز اطلع له، قالوا لي ما تحاولش تطلع له. كنت عايز تطلع على الستيج؟ لتامر عشان اقول له انا عاوز فرصه. قالوا لي لا ما تطلعش، الجردات ممكن يضربوك، ممكن ياذوك، ممكن يحصل لك حاجه، احنا خايفين عليك، بلاش بلاش. انا بصراحه ما سمعت لهمش، كملت ورحت لهم، قلت للناس بعد اذنكم، وسعت الناس، كانوا الاف واقفين قدامي. لغايه ما وصلت لتامر عمال بناديله، الراجل بصراحه انا ازعجته جدا في الحفله، قعد نص ساعة يقول لي طب استنى طب استنى. عايز اقول لك جبت ورقة من على الأرض، وجبت قلم من واحد جنبي ما أعرفوش، كتبت عليها إن أنا عاوز فرصة زي اللي اديتها لك مدام سلمى الشماع زمان. والراجل الحمد لله تواصل معايا بعدها، وعلى مدار السنة أستاذ حسام حسني كان متواصل معايا. ده يدل إن تامر حسني شخص متواضع، شخص بيقف مع المواهب اللي طالعة، مش زي نجم تاني. لا لا لا، هو تامر حسني على المستوى الانساني حد محترم، ابن بلد وجدع، وما بيتاخرش على مساعده حد. لا بصراحه وبيقف كتير جدا، وبيساند مواهب كتيره جدا، واجيال طالعه كتيره جدا. احنا من خلال شاشتنا، شاشه الصحه والجمال، احنا بنوجه له التحيه. احنا شويه صغيرين دول دردشه مع بعض بشكل سريع. انا حابب اشكرك جدا انك انت شرفتني النهارده في القهوه. حبيبي انا عاوز اشكر، بس قبل ما انسى، في استاذ مستر مايك بدران، دي شركه ترول انا شغال معاها، غير الشركه للدعايه والاعلان جنب مجال التمثيل شغال فيها في الكويت. كل موظف في الشركه دي بالنسبه لي البيت الثاني، وبيعتبروا كلهم اخواتي. الناس دي بجد انا بحبها جدا على المستوى الشخصي، وبشكر حضرتك وبشكر كل حد ساهم ودعم سيف حمزه. كلمه اخيره لشخصيتين ثلاثه على المستوى الشخصي اثروا في حياه سيف حمزه. اولا انا بشكر والدي ووالدتي، اخويا احمد. 60 ثانيه. دول ساهموا جدا في مشواري. بشكر طبعا واحد صاحب ماركه اوكسو الملابس، ده اول حد اختار سيف حمزه ان هو يبقى موديل واتجه للمجال ده ومديله ايده وساعده. بشكر طبعا تامر حسني وحسام زي ما شكرتهم قبل كده، بشكرهم تاني وتالت، افضل اشكرهم العمر كله. بشكر جمهوري اللي بيتابعني من كل دوله في الوطن العربي، الحمد لله هو جمهوري صغير الحمد لله الفتره دي، بس انا ايماني بنفسي وايماني بربنا هيوصلني ان انا هكبر جمهوري ده
وهم مش بالنسبه لي جمهور، انا بقول لفظ جمهور بس عشان اعبر عنهم، لكن هم بالنسبه لي اخواتي. وان شاء الله الفتره الجايه عندي عمل جديد مشارك فيه، عمل كويتي كنت مصوره قبل ما انزل، فيلم مسج هينزل في السينما ان شاء الله لما السينمات ترجع، وان شاء الله دوري ان شاء الله في تامر حسني. المشروع اللي عامله مع تامر حسني يعني متوقع ان هو هيظهر للنور امتى؟ والله تامر المفروض ان شاء الله خلال فتره هيرجع يصور تاني ان شاء الله، بقاله فتره الراجل يشكر جدا ان هو في طول فتره الكورونا وقف تصوير عشان خوفا على الناس وخوفا على الكرو اللي معاه وخوفا على الممثلين. بالظبط ان شاء الله خلال اسبوعين ثلاثه هيكونوا مكملين تصوير ان شاء الله. فتره بقى ظهور الفيلم دي بتتوقف على مراحل عوده السينما، واستاذ حسام حسن المنتج للفيلم هو اللي يقدر يقرر امتى يطرحوا الفيلم في السوق. وان شاء الله يا رب، انا دايما من يعني ظني خير باذن الله ان اللي بيسعى وبيجتهد هو اللي طبعًا هيوصل. طبعا طبعا طبعا. وان شاء الله يكون النهارده حلقه اللي عملتها النهارده واتكلمت في نقط كده صغيره. موضوع تامر حسني اتكلمت فيه بتاع الحفله ده، عاوز اقول للشباب اللي تسمعني، يكون قدامك فرصه، قدامك هدف، ما تسيبوش، ما تسمعش لحد يقول لك لا، امسك فيه وان شاء الله توصل لحلمك، وما تسمعش لحد بيقول لك لا على اي حاجه. احلى ختام الكلام اللي قاله سيف، الطموح الطموح الطموح، لازم يكون هدف قدامك حققه، ما تقعش، ما تتكسرش، كمل وسعى واجتهد، ما تيأسش، معوقات كتيره الناس بتقع وتقوم وتكمل، ما خلي نفسك طويل. نماذج قدامنا النهارده يا رب نكون على المدى قدرنا نفيد حضراتكم فيها، سواء على المدى في المجال الصناعي الاقتصادي او في المجال الفني، او حتى قدمنا معلومه للمراه المصريه من خلال فقره الاستاذه اسماء خبيره التجميل. الوقت عدى بسرعه، بس على وعد ان شاء الله الخميس الجاي في نفس الميعاد وبرنامج جديد وحلقه جديده من برنامجكم القهوه. الى اللقاء.